السلام عليكم، كي راكم دايرين خواتاتي؟ لاباس غايه الحمد لله. اليوم خواتاتي جبت لكم وصفه المطلوع تاع الطاجين اللي بالسميد والفرينه. راني درت لكم شحال من وصفه تاع المطلوع، درت لكم بالفرينه وحده، درت لكم بالسميد تاع خبز الكوشه بالسميد وحده. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه راني غادي نخلط لكم ان شاء الله. هنا تبعوا معايا المقادير. عندي هنايا 3 كيلات تاع السميد. هنا السميد يكون متوسط، واللي عندها هذاك الرقيق الفه ديها ثاني شي شباب. انا عندي هذا متوسط، يكون سميد شباب من نوعيه شابه باش يخرج لكم شباب. وهنا عندي كيله تاع فرينه. هنا نبداو بسم الله نخدمو. هنا غادي نفرغ داك السميد. هنا 3 كيله تاع السميد ما تعمرهمش بزاف. نزيدو ديك الكيله تاع الفرينه. عندي هنايا مغرفه تاع السكر، مغرف سكر معمر. عندي مغرف تاع خمارة تاع خبز، مغرف معمرة راه البرد شوية عمرها مليح. وعندي الملح، الملح على حسب الذوق، ما نقولكمش علاش شحال ديرو كل واحد والذوق. هنا الملح ديرو على جهة وخروه. نخلط كل شيء هكا. وعندي الماء دافي. هنا نبدا بسم الله. هنا عفوا خواتاتي باش نحط معاكم، هنا عندي السانوج، واللي ما تبغيش السانوج ما ديرش السانوج. هنا ندير شويه تاع السانوج. السانوج شباب يجي شباب في المطلع. ونبداو ان شاء الله هنا نلونو الخبز تاعنا. ما تجي الريواش هنا يا الشيرات، خاطر هذا غادي نعجنو شويه. تجي الريواش الماء ديرو غير بشويه. هكا نلمو كاع داك العجين تاعكم. نلمو هذا قبل نشوفو هنا باش ما نكترش الماء. نزيد زيد شويه لهذوك اللي باقيين هنا وهنايا هاك. هاكا هنا شويه القصعه راهي تلعب لي على بها راهي من هاكا. نقو كاع ديك القصعه تاعنا. نحطو كيما هكا. هنا واش ولا اللي يقله تعجن شويه هكا. قطعو كيما هكا، حلو كيما هكا، بداو تدفقو فيه شوية. هكا هادوك نزيد له شوية تاع الماء هنايا، شوية تاع الماء ونعجن. كنا نقعد ندلك فيه كيما هكا، نزيده في شويه تاع الماء وندلك فيه ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله. هنا ديروا غير كيما هكا بشويه. هنا صاي هذه المره درت فيها 3 خطوات وانا ندير لها في الماء ونعجنها كيما هكا نفس الطريقه باش ما نطولش معكم الفيديو. ديروا الماء من على جهه في القصعه ودلكوها هكا شويه. نعرفوا السميد يبغي يدلك شويه ماشي كيما الفرينه هكا، ماشي بزاف، ما غاديش تشد لكم مجهود كبير. انا نعجنو كيما بغي. هاكا هاكا شوفو هنا العجينة كي ولات. هنا بدات تبان صايي الما نحبس دروك. كيما قلت لكم درت لها 3 خطرات كيما
الطريقه اللي كنت ندير فيها، ندير المشويه تاع ما هنا على جهه وندير ونقعد نعجن فيها. وصاي هاك المو كاع داك الماء اللي في القصعه تاعكم هاكا، هنا صاي خوتي تشوفوا هنايا ما تطلقوهاش بزاف، خلوها شويه تماسكه. انا دوك ما عادش نخدمها دروك، غادي نغطيها ونخليها تريح يا ربي 15 دقيقه ولا 20 دقيقه كيما هكا، تخلوها تزيد تخمر تريح ونعاود نرجع معكم. انا دوك نغطيها نخليها تريح ونرجع معكم ان شاء الله باش نبداو نقرصوا فيها. هنا صاي خوتي تشوفوا هنايا العجينه تاعي كي ريحت، شوفوا هنا كي ضعفت هنايا ولات ما شاء الله ريحه غايه. هنا دروك عندي شويه تاع زيت، نديرها شويه تاع زيت باش هذاك الزيت يخففها شويه، هذا ما كان ما تكثروش، يقيس زوج مغارف تاع زيت هكا. هنا دوك نعاود نحطها في القصعه تاعي، شوفوا هنا كي ولات، ولات ما شاء الله. عاودوا دخلوا فيها كاع داك الزيت، شوفوا كي ريحت راهي. دخلوا فيها كاع هذاك الزيت مليح، جربوا شيلات هذا المطلوع شباب بزاف، شباب وبنين، يجي خفيف. هنا صاي شوف، شوفوا هنا كي ريحت. هنا دروك نبداو نخدموا في الخبزات، هنا نقطعوا. هنا يجوني ربع خبزات في دوك الكيلات تاع السميد والفرينه اللي درتهم، يجو ربع كيلو مطلوعات متوسطين هاكا. عاودو سكنهم كيما هاكا 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 هاكا، خليها على جهه. نزيدو تاني الاخرى تاني ندركوها كيما هكا. هكا ما يضيقلكم شيلات هذا المطلوب، ما تطلقوش ما تطلقوش بزاف خاطرش راه خفيف، كون تطلقوه يولي يتلصق لكم ما يجيكمش غايب خاطرش راه فيه السميد. هكا نزيد هذه التاع المطلوعه التاليه، دوك نغطيه شويه باش ترتاح ونوجد السلابيت تاعي حتى انا نحط فيها المطلوع ونرجع معكم. هنا نجبدوا هذيك السلبيته اللي نديروا فيها المطلوع، انا هذه دايرتها سبيسيال تاع المطلوع، نديروا فيها غير رشه خفيفه تاع فرينه، اللي تخاف تتلصق لها دير شويه تاع فرينه. هذه نقلبوا ديك الخبزه هنا نحطوها هاكا كيما هاكا، غير في البلاستيك كتانت في الكتانه تاعها ونقرصوها تما هاكا وبداو تحلو فيها. ولا شتو هاد كسقاكم ديرو غير هاكا شويه تاع فرينه ما تكثروش، لا خفتو وحده وكاين السميد اللي يشرب وكاين السميد اللي ما يشربش، كاين اللي يطلق الماء تاعه، هذا راه يبان لي انا راه مليح. هاكا قرصوها، كي تقرصو عاودو قلبو كيما هكا، ما تخلوهاش غير على جهه، قلبو هاكا. دوك نوريلكم خواتي تي السمك، هاو شوف ما ترقوهاش بزاف وما تغلطوهاش هاكا. هاهي نزيد هذا الثاني الثاني هنايا هاكا، قلبو توجور كي تقرصو على جهه، زيدوا شويه الفرينه هاكا لا خفتو منها، زيدوا الفرينه هاكا خواتاتي وقرصو.
هنا صاي خواتاتي راني قرص كاع داك المطلوع تاعي. شوفوا هنايا كيما قلتكم السمك تاعه ما تغرقوش بزاف وما تغلطوش فيه، تخلوش غليط هكا. دروك انا خليه يخمر. هنا الخميره خواتي شحال من خطا يسقسوني الشيرات يقولوا لي شحال، يقولوا لي المده تاع الخمر تاع المطلوع ولا تاع الخبز ولا تاع، انا ما جوش نقول لكم المده. شوفوا البلاصه ورا البلاصه بارده هي، المهم كي تشوفوا المطلوع خمر هذيك هي طيبوه، ما نجوش نقول لكم شحال تخلوه يخمر. هذه هي انا دوك يخمر نوريكم كي يخمر باش نبداو نطيبوه ان شاء الله. دوك نغطيه ونخليه يخمر ومن بعد ان شاء الله نطيبوه فيها. اخواتاتي المطلوع تاعي شوفوا هنا كي راه خمر، هذا هو الخمير تاعه، ما تخلوش يخمر لكم تيفيض لكم يخسر لكم، يخمر نورمال عادي كيما هكا كيما تشوفوا فيه. هنا دروك انا غادي نبدا نرمي الخبزه تاعي. هنا رفدوها كيما شوفوا هنايا كيما لصقتش، ها شوفوا هنايا. هنا دوك ندير في الطاجين تاعي، الطاجين راه يحمى. هنا نرميها في الطاجين. انا عندي هذا الطاجين تاع الطين نبغيه يطيب لي مطلوع الشباب. الطاجين اللي عندكم بغيتو هذا ولا واحد اخر، انا نبغي هذا يطيب لي المطلوع ما شاء الله. هنايا دوك نخليه يطيب. هنا خواتاتي كي ترموا الخبزه كي تشوفوها دير هاد الفقاعات هذه، هنا كيغدون ولا فرشيطه ولا بداو تتقبوا فيها كيما هاك هاكا. هنا الطاجين خليوه يحمى مليح 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 ومن بعد نقصوا له وخليها طيب في غادها. انا راني نطيب فيها دوك نقلبها، خليها تحمر شويه نعاود نقلبها. هنا صاي دوك نقلبها هاكا شوف، نقصوا النار دروك هنا يبداو تنقصوا في النار، خليها شويه متوسطه باش ما تحرق لكمش المطلع ويحرق لكم من برا من الداخل يبعد عجين. دوك انا نقعد نطيب فيها غير كيما هكا ونقلبها ونطيب ونقلب حتى تحمر لي. هنا خواتاتي كي تبداو طيبوا فيها هنا يليق لكم تحركوها كيما هكا، قلبوها حركوا كيما هكا. ها شوفوا هنا طيبوها قلبوها هكا، شوفوا هنا كي طابت حمرا جات ما شاء الله. هادي صايره طابت دوك نتاعها، كيما نزيد نرمي معاكم حتى تشوفوا. هنا نزيدو نرمو الخبزه الثانيه. هنايا شوفوا هنا كيما لصقتليش، كيما قلت لكم وصيتكم ديرو غير بشويه تاع فرينه هاكا غير بشويه. كيما قلت لكم كي تشوفوا هاد دوك الفقاعات كيما هاكا تقبوا بالكيوردون. انا خواتاتي دوك نكمل كاع المطلوع تاعي اللي بقى نطيبه، وما تنسوش هنايا هاد كيما هاكا المطلوع كيما هاكا طيبوا هاكا على هاد الحواشي، ديروها غير كيما هاكا ناير بالجنب تاعكم هاكا، جمعوا فيه بنك وقعدوا دوروا فيها غير كيما هاكا، ولا طيبوها من هنايا ريشوا هنايا هاكا. انا نديرها كيما هاك، طيبها كيما هاك نحوشيها كاع. هيا خواتاتي دوك نكمل نطيب المطلوع تاعي وتشوفوا معايا ان شاء الله كي يوجد. هنا خواتاتي المطلوع تاعي شوفوا راه طاب هنايا، شوفوا هنا كي طاب ما شاء الله، شوفوا هنا كي طاب طاب كي الحمر كي قرموط كيما نقولو حنايا. شوفو هنا هادي غير هنا شويه صهدت لي بصح، انا نبغي المطلوع يكون طايب هكا يجي طايب مليح. شوفو هنا كي جا كي طايب جا ما شاء الله. شوفو هنا خوتاتي، هنا غادي نقسم لكم الخبزه تشوفوها، نقسموها كيما هكا كيما كيما ما تفكرت ما دير له كيما هاك تقسم المطلوع هكا. شوفوا هنا كي جا خواتاتي جا ما شاء الله روعه. شوفوا هنا الخفيه تاعه، شوف شوف والله لا جاي ما الريحه تاعه ما نقولكمش ديك ريحه السانوج. شوفوا نزيد نقسم نشوف بسم الله خواتاتي. هذا الفيديو تاع اليوم تاع المطلوع تاع الطاجين مخلط بالسميد والفرينه راه عجبكم، ونتمنى الشيرات اللي تدخل لفيديو ما تنساوش ديال الجيم واشتراك في القناه باش يوصلكم كاع جديد تاعي. وقاعوني شيرات فيديو جاي ان شاء الله، غادي ندير لكم مطلوع تاني تاع الكوشه يجي تاني خفيف ما شاء الله.
وهذه هي الشيء اللي طبته مني مطلوع تاع الطاجين تاع السميد والفرينه، راني درتها لكم وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم الشيلات. تقاوني الفيديو الجاي ومع السلامه.